بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عنوان هذه المحاضرة: في الطريق إلى كربلاء. تحرك الإمام الحسين عليه السلام فلقي رجلا في الرهيمة يدعى أبا هرم، فقال له: يا ابن النبي، ما الذي أخرجك من المدينة؟ فقال له الحسين عليه السلام: شتموا عرضي فصبرت، وطلبوا مالي فصبرت، وطلبوا دمي فهربت، وأيم الله لتقتلن الفئة الباغية، ثم ليلبسنهم الله ذلا شاملا وسيفا قاطعا، ولا يسلطن الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من قوم سبأ. إذ ملكتهم امرأة فحكمت في أموالهم ودمائهم. وفي الطريق إلى العراق جاءه نعي مسلم بن عقيل وهاني بن عروة، فنظر إلى بني عقيل فقال: ما ترون؟ فقد قتل مسلم. فقالوا: والله ما نرجع حتى نصيب ثأرنا أو نذوق مذاق. وأقبل عليهم الحسين فقال: لا خير في العيش، لا خير في العيش بعد هؤلاء. ثم التقاه الحر بن يزيد الرياحي فخطب فيهم: أيها الناس، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم، أنقدم علينا؟ فليس لنا إمام، لعل الله أن يجمعنا وإياكم على الهدى والحق، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فأعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه إليكم. فسكتوا عنه ولم يتكلم أحد. ثم خطب خطبة أخرى بعد صلاة العصر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، أيها الناس، فإنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله عنكم، ونحن أهل بيت محمد أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم، والسائرين فيكم بالجور والعدوان، فإن أبيتم إلا الكراهة لنا والجهل بحقنا، وكان رأيكم الآن غير ما أتتني به كتبكم وقدمت علي به رسلكم انصرفت عنكم. فأجابه الحر: إني والله ما أدري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر. فقال عليه السلام لبعض أصحابه: يا عقبة بن سمعان، أخرج الخرجين اللذين فيهما كتبهم إلي. فأخرج خرجين مملوئين صحفا فنشرت بين يديه. ثم مضى الحسين حتى انتهى إلى قصر بني مقاتل، فنزل فإذا هو بفسطاط مضروب، فقال: لمن هذا؟ فقيل: لعبيد الله بن الحر الجعفي. فدعاه الحسين إلى الخروج معه، فاستقاله عبيد الله. فقال له الحسين: فإن لم تكن تنصرنا فاتق الله، لا تكن ممن يقاتلنا، فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إلا هلك. فقال له: أما هذه فلا يكون أبدا إن شاء الله. ثم سار عليه السلام فخفق
يعني انتابته نعسة وهو على ظهر فرسه خفقة، ثم انتبه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا، فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين فقال: مما حمدت الله واسترجعت؟ قال: يا بني، إني خفقت خفقة فعن لي فارس على فرس وهو يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. فقال له: يا أبت، لا أراك الله سوءا، ألسنا على الحق؟ قال: بلى والله، الذي مرجع العباد إليه. فقال: فإننا إذن ما نبالي أن نموت محقين. فقال له الحسين عليه السلام: جزاك الله خير ما جزى ولدا عن والده. وتروي كتب التاريخ خطبة أخرى للإمام الحسين عليه السلام خطبها في هذا المقال المقام، فقال: أيها الناس، طبعا نحن نروي هذه الخطب ونروي هذه المقالات لأننا في أمس الحاجة أن نستحضر هذا الفكر وهذا الأدب وهذه الخطب وهذه المقالات التي وصلت إلينا عبر التاريخ لتحكي لنا التاريخ ولتشرح لنا التاريخ. هناك مدرسة، وليست مدرسة ولكنها مدرسة الفوضى والتخبط التي تقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون. وهي مقولة فاسدة من نحو من في الجوهر والشكل، أو في الشكل والمضمون، إذ كيف يقال لنا تلك أمة قد خلت والأمة عنوانها الرسول، الأمة عنوانها رسولها أيا كان هذا الرسول. فلدينا أمة الإسلام وعنوانها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولدينا بني إسرائيل وعنوانها موسى عليه السلام. فكيف يقال تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون؟ إنها أمة واحدة، وذلك قوله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إنها أمة واحدة بالامتداد الزمني والامتداد العقائدي الذي جعل هؤلاء السابقون هم أمة الإسلام، والذي جعلنا الآن أمة الإسلام هو الانتماء العقائدي. وامتداد الأمة وبقاؤها يعني أن الأمة تتحمل في عصرها الراهن تبعات كل ما جرى في عصورها السابقة منذ لحظة ميلادها. ولعلكم تقرؤون قول الله تبارك وتعالى: قيل ادخلوا في أمم من قبلكم من النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. إذن نحن في عمنا هذا والذين عاشوا هذه الأحداث أمة واحدة، نحن نتحمل مسؤولية قتل الإمام الحسين إن لم نستنكر هذا الفعل. نحن أيضا نتحمل مسؤولية نصرة الإمام الحسين وإعلاء شأنه ورفع مقامه سلام الله عليه، ليس فقط لأنه ابن نبينا، ولكنه سلام الله عليه بمواقفه وأفعاله الرسالية السامية هو من أسس لأمة الحق
هو من أسس لأمة الحق. عندما يقول الإمام علي عليه السلام لخصومه ولمحاربيه أننا حتى الآن نحن وأنتم أمة واحدة، فهذا يعني عليه السلام إذا وقع السيف صرنا أمة وأنتم أمة، فطالما نحن أمة واحدة فمن الضروري للغاية من الحيوي أن نعيش هذه الأحداث وأن نتمثلها وأن نستفيد منها بالاستفادة الحقيقية الواجبة. الخطبة التي خطبها الإمام الحسين عليه السلام قبل 14 قرنا لا تزال سارية وفاعلة فينا وفي واقعنا. يقول الإمام الحسين: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكسا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير، وقد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، فلكم في أسوة حسنة، وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم من أعناقكم بيعتي فلعمري ما هي لكم بنكر، وقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم بن عقيل، والمغرور من اغتر بكم، فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، وسيغني الله عنكم والسلام. ثم خطب خطبة أخرى فقال: إنه نزل من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. شكل الموقف الحسيني في يوم عاشوراء في العام 61 ضربة مؤلمة لكل المنافقين والمطبلين والمزورين. أحد هؤلاء المزورين كان ابن كثير صاحب التفسير المشهور، الذي حاول أن يناقض نفسه، الذي حاول أن يطمس الحقيقة، زاعما أن الإمام الحسين خرج يطلب الملك والإمارة، يعني حتى مش الملك، مع أن الملك حق طبيعي لآل بيت النبوة عليهم السلام، أنه خرج يطلب الإمارة، فخذله المسلمون الشيعة، يعني الشيعة خذلوا الإمام حسن لأنهم الإمام الحسين عليه السلام لأنهم منحرفون عقائديا. جيد، طيب أليس الآخرون الذين حاربوه هم أيضا منحرفون عقائديا؟ أليس من حاربه في معيار العقائد والأخلاق هو أكثر انحرافا؟ إذا كان الخذلان جريمة فالعدوان جريمة أكبر، إذا كان عدم نصرة المظلوم جريمة فالعدوان على المظلوم جريمة أظلم وأبشع
مما من تلك الجريمة التي ارتكبها الخاذلون والخائفون، بفرض أن هؤلاء كانوا شيعة وأن الآخرين كانوا سنة، ونحن لا نعرف أين كانت هذه السنة، وهل كانت السنة النبوية المشرفة تبيح خلافة يزيد القرود وتبيح توليته؟ أليست كتبكم مملوءة بمواصفات الحاكم والخليفة المسلم الذي ينبغي أن يكون عدلا تقيا ورعا وتمنحه بعض الصفات؟ هل رأيتم كتابا فقهيا يتناول أحكام الخلافة في العالم يبيح من حيث المبدأ إمامة الفساق والمجرمين؟ الجواب لا. بينما من الناحية الواقعية هم يبيحون إمامة هؤلاء بعنوان المتغلب، وكل الذين حكموا أو أغلب الذين حكموا بلاد المسلمين والشعوب الإسلامية كانوا متغلبين بالسيف، وكانوا قتلة ومجرمين ويرتكبون كل الفواحش، حتى أن أحدهم كتب في فقهه فقه الحمقى يقول أنه إذا كان الحاكم فاسدا ومتعرضا للأموال، قدمنا المتعرض للأموال على المتعرض للأعراض، وإذا دار الأمر بين المتعرض للأموال المتعرض للأعراض والمتعرض للدماء، قدمنا المتعرض للأعراض الذي ينتهك أعراض المسلمات على المتعرض للدماء، وإذا لم يكن هناك بد ولم يكن هناك إلا ذلك المتعرض للدماء، يعني الذي يقتل ويسفك الدماء بغير حق، سرنا معه وتابعناه على أمره ووجب له السمع والطاعة. يعني هم يضعون مجموعة من الشروط لا يمكن أن تتوفر في غير أئمة أهل بيت النبوة عليهم السلام، ولكنهم يبيحون عكس ذلك بحكم الأمر الواقع، وهم الذين قالوا سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. ابن كثير في كتابه البداية والنهاية يكتب تحت عنوان صفة مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه مأخوذة من كلام أئمة هذا الفن، لا كما يزعمه أهل التشيع من الكذب الصريح والبهتان. ما هو الذي يزعمه أهل التشيع من الكذب والبهتان؟ أنت تقول مقتل الإمام الحسين، يعني قتل الإمام الحسين، هل الادعاء على يزيد وابن زياد وعمر بن سعد بقتل الإمام الحسين هو من الزور والبهتان، أما أن الخلاف على عدد الطعنات التي تلقاها الإمام الحسين، وهل بلغوا في توحشهم حتى أنهم ردوا جسده الطاهر بالخيل كما حدث بالفعل؟ لا شك أن ليس بعد الكفر ذنب، وليس بعد قتل الإمام الحسين عليه السلام جريمة يمكن أن ترتكب أبشع من هذا، فهو ابن بنت رسول الله، وهو من أهل القربة، من ذوي القربة الذين قال عنهم ربنا عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. طبعا ما هو مروي في الكتب، نحن حتى لا ننقل، ليس هناك كتب مخصوصة للشيعة في هذا الشأن، فكل ما نقلناه مروي عن هؤلاء القوم، مروي عن الطبري، مروي عن ابن كثير، ولكنها محاولة للتشويش والتقليل من بشاعة الجريمة المرتكبة، يعني دفع احتياطي كما يقال في المحاكم الجنائية قتل، ولكن فإذا استطاع المحامي أن ينفي عملية القتل يلجأ إلى ولكن، ولكن دي تعني أنه كانت هناك دوافع، أنه القاتل كان مظلوما
القاتل كان غاضبا، وصولا لمرحلة أن القاتل كان مختلا عقلانيا عقليا، وأحيلوه إلى مستشفى الأمراض العقلية. طبعا الكراهية التي يكنها هؤلاء الناس لشيعة أهل بيت النبوة عليهم السلام لا يمكن تفسيرها بالأدلة العقلية ولا بالمنطق، بل هي حالة مرضية لا دواء لها ولا حتى في مستشفيات الأمراض النفسية. يقول ابن كثير: وقد أسرف الرافضة في دولة بني بويه، فكانت الدبادب تضرب في بغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء. ثم يعترف اعترافا بالغ الخطورة فيقول: وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب. يعني هو الرجل بيعترف انه في نواصب، وده اعتراف جيد ولا بأس به. النواصب من اهل الشام، يعني فين كان معقل النواصب؟ كان في بلاد الشام. فكان يوم عاشوراء يطبخون ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون أفخر ثيابهم ويتخذون ذلك عيدا، يصنعون فيه أنواع الأطعمة ويظهرون فيه السرور والفرح، يريدون ذلك بذلك عناد الروافض ومعاكستهم. هناك ملاحظة هامة، يعني أنه بعد أن كان الأمر بهذه المبالغة الفجة والصريحة، عين عينك يعني، لم يكن هؤلاء بحاجة لاختراع سبب منطقي للاحتفاء بيوم عاشوراء. جاءوا إلينا بالدفع الاحتياطي اللي أنا حدثتكم عنه، قتل ولكن مارس النصب والعداء لأهل البيت، ولكن لأنه أصل في رواية تقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سر ذلك، فقالوا له: ذلك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فنحن نصومه. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. المعضلة الكبرى أن هؤلاء الناس الذين يزعمون ليل نهار أنهم يحبون أهل بيت النبوة ويقدرونهم قدرهم، ينكرون ولا حتى ولو أقروا. يعني هم، هل رأيت أحدا منهم يخطب على المنابر ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي؟ لا، لا يحدث، ولم نسمع بهذا الأمر، ولا نراهم يحيطون أو يحاولون تذكير الناس بفضل أهل البيت عليهم السلام ولا بواجب رعايتهم. ورأينا منهم من يدعو إلى تدمير ونسف الإمام، ضريح الإمام الحسين إن كان في مصر أو في العراق، وقد حاولوا فعل ذلك حقيقة. يعني نحن لا نتحدث عن نداءات ودعوات، وإنما نتحدث عن أمر واقع قام به هؤلاء في غاراتهم على النجف وعلى كربلاء، وحيث قاموا بتدمير ضريح الإمام الحسين في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، ووصل بهم الحال ونهبوا يعني الفضة والثروات التي وحلي هذا المقام الطاهر. يعني قوله وفعله دي الحاجة الوحيدة، هذا هو الشيء الوحيد الذي أتقن فيه، طابق فيه هؤلاء الناس بين المعتقدات والأفعال. المعتقدات ومهمتها الأساسية الدفاع عن يزيد وعن معاوية، والزعم أن معاوية بن أبي سفيان كان من أعظم الخلفاء وأقربهم إلى العدل والحكمة، وأنه صلى الله عليه وسلم، يعني دونائس بن حور صلى الله عليه وسلم،
يعني خطأ واحد بس ارتكبه، هو أنه حول الخلافة الإسلامية إلى ملك عضوض، وسنحاول أن نستورد بعض الديمقراطية من هنا وهناك يعني نصحح بعض أخطاء معاوية ابن أبي سفيان. وإنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.